هلو، هاو ار يو؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي حبايب قلبي، طلاب الصف الثالث الابتدائي، أصحاب منهج كونكت بلس 3، ويلكم باك، وحشتوني كتير. النهارده أول حلقات الترم الثاني، كل ترم وأنتوا طيبين. بنبدأ طبعًا بالوحدة السابعة، يونت 7، بعنوان وير ار ذا فاميلي؟ أين تكون العائلة؟ إيه ده؟ ثواني، مش العائلة المفروض بتعامل معاملة المفرد وبتاخد is my family is happy، أسرتي تكون سعيدة، ولكن أنا لما أقول are يبقى أنا كده بتكلم عن كل فرد في الأسرة على حدة. Where are the family؟ أين تكون أفراد الأسرة؟ بابا وماما وأختي وأخويا وعمي وعمتي. ومن البشاير كده إن الدرس ده هيكون سهل جدا وبيتكلم عن الأسرة، فكلها حاجات واخدينها قبل كده، يعني يعتبر مراجعة، حاجات بسيطة قوي اللي هتاخدها في درس النهاردة، يعني ممكن ثلاث كلمات بس هما اللي جداد عليك. المهم إن أنت تكبر الشاشة وتعلي الجودة وتجيب ورقة وقلم وتكتب ورايا كل الكلمات اللي بقولها وبكتبها على البورد، وتردد ورايا بصوت عالي. مش هتخرج من الفيديو ده غير وانت حافظ الدرس كله ان شاء الله، وهيبقى بالنسبة لك سهل جدا. كمان لو انت اول مرة بتشوفني يسعدني قوي ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتخلوه على الكل عشان تتابعوا كل الدروس اول باول. وكمان احنا بنقدم المناهج من اول كيجي لحد تالت اعدادي، فتكمل معانا ان شاء الله السنين اللي جاية. كمان بيسعدني قوي ان انتوا تشتركوا على جروب التليجرام اسفل الفيديو في صندوق الوصف، اول لينك هيقابلك ده جروب بيدخلك على جروب التليجرام، بتنضم ليه وببعت لك كل الحاجات المهمة والشتات والكلمات المهمة على الجروب بأمر الله بمجرد ما بيخلص الفيديو. فأنا لغيت كتير قوي، يلا ليتس ستارت. أول حاجة لازم نبدأ بيها طبعا هي أفراد الأسرة، ودي كلنا عارفينها من أول جراند با. جراند با يعني جدي، جراند با. طب وجدتي؟ جراند ما. جراند ما. جدي جراند با، جدتي جراند ما. بيجيبوا مين؟ بيخلفوا father، وكمان بيخلفوا mother، بيخلفوا الأم وبيخلفوا الأب. father mother sister and brother. طب و father و mother بيخلفوا مين؟ بيخلفوا sister، وكمان بيخلفوا brother. طيب هل الأخت والأخ بيخلفوا برضو؟ لا خلاص، كمان عندي uncle عمي، uncle، وaunt عمتي. في نطق American بنقول aunt وaunt عمتي، وده النطق البريتش البريطاني. uncle عم أو خال، aunt عم أو خالة، aunt عم أو خالة، uncle عم أو خال. طب دول بيخلفوا cousins. cousins يعني ولاد عم وولاد خالة. cousins C-O-U-S-I-N-S C-O-U-S-I-N-S cousins. cousins ولاد عم أو ولاد الخالة أو ولاد الخال أو ولاد العم، يبقى cousins. cousins ممكن يكونوا ولد او بنت، يعني لو ابن عمي اقول cousin، ولو بنت عمي اقول cousin برضو، يبقى cousins ولاد عم او ولاد خالة. cousins cousins c o u s i n cousin c o u s i n cousin. طب cousins يعني ولاد عم الجمع بتاعها. في جملة حلوة قوي عندكم في الدرس النهاردة بتقول we have، نحن نملك a lot of cousins. we have a lot of cousins يعني نحن نملك الكثير من ولاد العم، أكتر حاجة في العيلة. father عندي واحد بس، mother هي أم واحدة بس، uncle ممكن يبقوا اثنين أو ثلاثة، aunt برضو ممكن يبقوا اثنين أو ثلاثة. ولادهم بقى كل واحد من دول عنده ولاد، الكازنز أكبر يعني أكتر عدد في العيلة، عشان كده بيقول we have a lot of cousins.
We have a lot of كثيرا من. A lot of كثيرا من cousins ولاد العم. طيب كمان عندي الكلمة بقى الجديدة اللي عليكم، كل ده احنا حاجات واخدينها قبل كده من سنة أولى. طيب دلوقتي بنراجع عليها تاني. Grandpa, grandma, father, mother, sister and brother, uncle, aunt and cousins ولاد العم. طيب لو أنا عندي ابن، يعني بابا مخلف ابن أو أنا عندي ابن، الابن ده بقول عليه son. ابن son. ابن son. مش شمس son، لا الابن son، ولكن هو نفس النطق son. ابن son. ابن son. يعني لو قلت my son يعني ابني. my بتخلي حاجة بتاعتي. طيب عايز اقول بنتي، هل البنت اقول عليها my son؟ no، بقول عليها daughter. daughter. d a u g h t e r. الجي والاتش مش بتتنطق. daughter ابنة. my daughter يعني بنتي. القناة بتاعتي اسمها اتعلم مع مريم. مريم دي she is my daughter يعني تكون بنتي، ولكن انا اسمي سلمى طارق. يبقى my daughter بنتي. my son ابني. my daughter بنتي. طيب تعالوا بقى نشوف، انا عندي اخت sister. لو عايز اقول ابن اختي my sister's son، ابن اختي، ساعتها اقول عليه nephew. 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 تعالوا كده نكتبها مع بعض. n e ال p وال h مع بعض بيتنطقوا، فنقول nephew. 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 عشان ممكن يجي لك سؤال ويقول لك my sister's son يعني ابن اختي، اقول عليه ايه؟ nephew. nephew. الولد اللي هو ابن اختي بقول عليه nephew. 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 طب ابن اخويا برضو nephew. nephew. ابن الاخ او ابن الاخت nephew. nephew. عندي ابن اخويا اقول عليه ايه؟ my nephew. طب بنت اخويا ما ينفعش اقول عليها nephew. nephew للولد، ابن الاخ او ابن الاخت. اما نيس يعني بنت الاخ او الاخت. n i e c e نيس. n i e c e نيس. n i e c e نيس. فلو قلت my niece يعني بنت اختي، تقرب ايه لاختي؟ my sister's daughter. بنت اختي اقول عليها niece. بنت اخويا my brother's daughter يعني بنت اخويا اقول عليها niece. يبقى nephew ابن الاخ او ابن الاخت، niece بنت الاخ او بنت الاخت. يبقى النيس هي البنت الدوتر، أما النيفيو ده الولد الصن ابن الأخ أو ابن الأخت. the son of sister يعني ابن أختي. the son of brother ابن أخويا أقول عليه إيه؟ نيفيو. نيفيو. الولد ابن الأخ وابن الأخت نيفيو. نيفيو. أما البنت بنت الأخ أو بنت الأخت أقول عليها نيس. 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 يلا نراجع قبل ما ننتقل على الجزئية التانية. grandpa grandma father mother sister and brother uncle aunt عمي وعمتي ولاد عمي ولاد خالتي وولاد خالي cousins cousins c o u s i n cousin. طب وجمع cousins. كمان عندي son ابن son وبنت daughter. ابن son وبنت daughter. طيب my sister's son ابن اختي اقول عليه nephew. nephew. my brother's son ابن اخويا اقول عليه nephew. طيب daughter يعني بنت.
daughter, daughter, my sister's daughter, أقول عليها نيس بنت أختي. My brother's daughter, بنت أخويا, أقول عليها نيس يعني بنت أخو. تعالوا بقى ننتقل للجزئية الثانية وهي life stages يعني مراحل الحياة, ودي برضو خدناها في أولى وفي تانية. مراحل حياة الإنسان أول ما بيتولد بيكون إيه؟ بيبي 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 بي اي بي واي الطفل الرضيع بيبي 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 الطفل الرضيع بيبي بيبي. طيب يا ترى البيبي ده بيفضل بيبي؟ بيكبر شوية لحد ما يتعلم المشي ويبتدي يزحف ويمشي. أول ما يزحف ويمشي ويكبر شوية صغيرة بنقول عليه toddler 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 T-O-D-D-L-E-R toddler 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 يعني طفل بيتعلم المشي. يبقى طفل رضيع baby, طفل لسه بيزحف ويتعلم المشي toddler toddler toddler. نيجي للطفل يكبر ويروح المدرسة ويبقى child 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 C-H-I-L-D يعني child طفل child child طفل child, ولكن مش طفل صغير قوي, ده طفل في سنة أولى وتانية وتالتة قدك كده بالظبط. نقول عليه child child child. يكبر الطفل ويدخل إعدادي, أول ما يدخل المرحلة الإعدادية بيبقى اسمه teenager teenager. مش إحنا عارفين إن أول ما بنعدي 10 11 12 13 14 16 teen ده عمر ال 12 وال 13 وال 14, عشان كده اسمه teenager teenager teen. وبعد كده age في ناس بتقولها teenager ولكن الجي تتنطق ج ج جي, عشان كده بقول teenager 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 teenager. طيب يكبر شوية ويبقى adult لحد بقى ما يكون زي بابا وماما adult 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 يعني بابا وماما كبار وشخص عاقل بقى وبيروح الشغل خلص المدرسة, نقول عليه adult adult. كمان الراجل العجوز بقى اللي بعد ما يشتغل ويخلص شغل يطلع على المعاش ويقعد بقى مع أسرته, ده اسمه elderly person elderly person. واحدة واحدة ونكتبها مع بعض L اللي هي E L der D E R elderly l y elderly person p e r s o n elderly person elderly person يعني شخص كبير عجوز elderly person. يبقى تاني اول حاجه baby toddler يتعلم المشي toddler toddler يكبر ويخش المدرسه child child teenager teenager ده بعد المرحلة أو في المرحلة الإعدادية والثانوية adult adult شخص بالغ زي بابا وماما بيروح الشغل adult elderly person elderly person. طيب تعالوا بقى كل واحد نفصصه كده ونشوف هو بيعمل إيه. أول واحد البيبي بيقول إيه, هنعتبر يعني إن البيبي بيتكلم ويقول I can't talk or walk I can't talk يعني يتحدث. نحفظ بقى الأفعال دي talk ال silent مش بنقرأها talk talk or walk or يعني أو walk يمشي. يبقى يتحدث talk يمشي walk يتحدث talk يمشي walk يتحدث talk يمشي walk. هو بقى بيقول I can't talk or walk I can't talk or walk ما بقدرش ولا أتكلم ولا أمشي. أمال بعمل إيه؟ I sleep a lot
أنا أنام كثيراً. I sleep a lot. إحنا لسه قايلين إن a lot يعني كثير. I sleep a lot. I sleep a lot. And I like, أنا أحب playing يعني اللعب. I like playing. خلينا نمسح الاي دي ونكتبها هنا عشان يبقى الجملة هنا مع بعض. I like playing. I like playing. أنا أحب اللعب. خلي بالك بقى إن الفعل like يحب دايما بيجي وراه أي فعل لازم أحط له ing. يعني I like ما ينفعش أقول I like play. أنا أحب ألعب. No, I like playing. أنا أحب اللعب. I like playing. I like playing. يبقى فعل like يجي دايما وراه verb ing. I like playing. في كمان فعل زي like برضو بيحب ان الفعل اللي يجي وراه يبقى فيه ing اللي هو love يحب. يبقى like و love الاتنين بيحبوا يجي وراهم verb ing. يبقى تاني البيبي بيعمل ايه؟ I can't talk or walk. I can't talk or walk. I sleep a lot. أنا أنام كثيرا. I like playing. I like playing. بحب اللعب. نيجي بقى للتودلر اللي هو اللي لسه بيزحف وبيمشي شوية شوية. ده بيقول إيه؟ I am أنا أكون. I am learning. Learn بمعنى يتعلم. I am learn. بس على طول ده بقى زمن المضارع المستمر هنقوله بعد شوية. بس لازم أقولك من دلوقتي هنعمل إيه. لازم أول ما أشوف يا صحابي verb to be am أو is أو are على طول بيحب يجي معاه verb ing. يبقى I am learn يعني يتعلم. نحفظ بقى الفعل ده يتعلم learn. خلي بالك ان الافعال دي اللي انا حطالك تحتيها خط دي فعل. الافعال دي المفروض تعرف تحفظها وتحفظها كويس جدا كمان. talk يتحدث, walk يمشي, sleep ينام, like يحب, وكمان love يحب, وكمان learn يعني يتعلم. يتعلم learn. يتعلم learn. هو بقى بيقول ايه toddler كأنه يعني هو اللي بيتكلم. بيقول اني I am learning a lot. انا اتعلم الكثير. I am learning a lot. I am learning a lot. I am learning a lot about the world. عن العالم. About the world. بعرف كل حاجة ولسه بكتشف العالم. يبقى I am learning a lot about the world. I am learning a lot about the world. The world يعني العالم. The world. I am learning a lot about the world. I am learning a lot about the world. كمان بيتعلم المشي لسه. فهيقول I am learning to walk. أنا أتعلم أن أمشي. I am learning to walk. I am learning to walk. نفتكر بقى يا صحابي اني الفعل اول ما الاقي am او is او are لازم الفيرب اللي يجي وراه يبقى فيه ing. هو ايه يا ميس الفيرب ده؟ اللي اي حاجة بعملها العب, امشي, انام, ارقص, اغني, اذاكر, اجري, أكل, أشرب, كل دي بتسمى verb أفعال. لازم أول ما أشوف الـ am والـ is والـ are يجي وراها verb على طول أحط للverb ده ing. زي كده يتعلم learn. فلما أقول أنا أتعلم أقول I am learning. معناها أن أنا بتعلم دلوقتي في المرحلة دي. I am learning to walk. أنا دلوقتي بتعلم إني أمشي. يعني مش ماضي, مش أنا مشيت خلاص أو لسه همشي. لا, ده مضارع مستمر, حاجة مستمرة معايا وبعملها دلوقتي وأنا بتكلم. I am learning a lot about the world. بتعلم الكثير عن العالم. I am learning to walk. أنا أتعلم أن أمشي.
تعالوا بقى ننتقل للمرحلة اللي بعد كده، وهو child، مرحلة الطفل اللي كبر وبيروح المدرسة زيكم. ده بقى بيتكلم وبيقول I go to school، أنا أذهب إلى المدرسة. I go to school، I go to school، I go to school، أنا أذهب إلى المدرسة. And I play with my friends، أنا ألعب مع أصدقائي. يعني كمان بروح المدرسة وبعرف ألعب مع صحابي. I go to school and I play with my friends، مع أصدقائي. أصدقاء يعني إيه؟ friends، FRIENDS، وحط في وسطات عشان كده الجملة خلصت. I go to school and I play with my friends. هنتعلم برضو من هنا، على فكرة كل الحاجات دي انتوا تعلمتوها قبل كده، ولكن احنا بنراجع على الأفعال مرة تانية. ثاني، يمشي يتحدث talk، يمشي walk، يتحدث talk، يمشي walk، ينام sleep، يحب like، كمان learn يتعلم، learn يتعلم، يذهب go، يلعب play. I go to school، أنا أذهب إلى المدرسة. And I play with my friends، أنا بلعب مع الأصدقاء. كمان خلي بالكو أنا طولت شوية، هقول إيه؟ I am taller than. بصوا بقى، طول يعني طويل، ده برضه احنا خدناه في سنة تانية بس أنا هقولها لكم. طويل يعني طول، أول ما أحط للصفة، مش طول دي طويل، دي صفة أنا بصف إن أنت شخص طويل، فأحط لها ER than تبقى أطول من. هو بقى بيقول I am taller than I was، أنا أكبر أو أطول مما أنا كنت. I was، أنا كنت. Am، I am، أنا أكون. I was، أنا كنت. I am، أنا أكون. I was، أنا كنت. هو بقى بيقول إني I am taller than I was، يعني أنا أطول مما كنت last year، السنة اللي فاتت. Last year، last year، السنة اللي فاتت. يبقى ده بيشرح نفسه، بيقول I go to school and I play with my friends and I am taller than I was last year، أنا أطول مما كنت السنة اللي فاتت. وتعالوا ننتقل على مرحلة التينيجر. تينيجر، تينيجر، المراهق، ده برضو في إعدادي وثانوي بيروح المدرسة، فهيقول I go to school، أنا أذهب إلى المدرسة. I go to school and I help، يساعد help، يساعد help. خلي بالك الأفعال دي مهمة قوي، لازم نحفظها. يساعد help، هتلاقوني مجمعها لكم كلها والكلمات المهمة في صندوق الوصف أسفل الفيديو على جروب التليجرام، هتنضموا ليه وببعت لكم الشيتات دي على الجروب إن شاء الله. يبقى I go to school and I help، وأساعد، أساعد مين؟ my parents، والدي. نسينا نكتبها دي في افراد العيله، بابا وماما مع بعض، father ومother، الاثنين مع بعض اسمهم parents. pair، parents، 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 والدين، بابا وماما مع بعض، parents، parents. بيقول I go to school and I help my parents، وكمان بساعد بابا وماما. أنا كبرت بقى، لو هي بنت بتروق مع مامتها، ولو هو ولد بيساعد باباه، يبقى help، I help my parents. كمان بيقول I am thinking about، I am، اتفقنا بقى أول ما الاقي am ويجي وراها فعل نحط للفعل ده ing. think يعني يفكر، نحفظه لوحده. يفكر think، يفكر think، يفكر think. فلما أقول I am thinking، أنا أفكر دلوقتي وأنا بتكلم. I am thinking، I am thinking about، أنا بفكر في إيه؟ about what I want، what I want to do، ماذا أريد أن أفعله.
after school بعد المدرسة. يا ترى بقى أنا خلاص كبرت بما فيه الكفاية، لما هخلص المدرسة إعدادي وثانوي هعمل إيه بقى؟ هخش كلية إيه؟ ويبتدي يحدد مستقبله ويشوف هو نفسه يعمل إيه بعد ما يخلص المدرسة. فعشان كده بيقول I go to school and I help my parents. وكمان بيقول I am thinking about what I want to be. I want to do. أنا ماذا؟ أنا أريد أن أفعل. I want to do after school بعد المدرسة. تعالوا بقى للأدولت، المرحلة اللي بعد كده، الشخص البالغ اللي زي بابا وماما وزي التيتشر وبيعرف يعمل كل حاجة خلاص كبير. بيقول إيه؟ I can walk. أنا أقدر أمشي. I can walk, run. أقدر أجري. Jump. أقدر أقفز. جامب. I can walk, run, jump and swim. وكمان بعوم. أقدر أعمل إيه؟ walk أمشي، run أجري، jump ينط، swim يعوم. وكمان بيقول I go to work. I go to work. أنا أذهب إلى العمل. ينفع أقول I go to school؟ خلاص أنا كبرت بقى، يبقى I go to work. أنا أذهب إلى العمل. عمل work، العمل اسمه work. فلما أقول I go to work أنا أذهب إلى العمل. I go to work. I go to work. وكمان بيقول I look after my family. I look after. معناها إيه look after؟ خدناها الترم اللي فات، يعتني بي. Look after يعتني بي. I look after my family. أنا أعتني بأسرتي. خلاص أنا كبير ومسؤول عن الأسرة بتاعتي. I look after my family. I look after my family. نيجي لآخر واحد اللي هو elderly person. عشان ما فيش مكان أكتبه هقولها لكم وهكتبها على الشاشة، ولكن يسعدني قوي ان انتوا تاخدوا لقطة الشاشة سكرين شوت كده عشان يبقى الكلام ده موجود عندكم وتقدروا ان انتوا تكتبوه وتذاكروه براحتكم جدا. طيب تعالوا بقى للالدرلي بيرسون، يعني الشخص البالغ الكبير العجوز اللي هو خلص الشغل. بيقول ايه؟ I used to work. انا اعتدت ان اعمل. used to اعتدت ان، انا كنت متعود ان اشتغل بس دلوقتي خلاص بطلت، يبقى استخدم used to اعتدت ان. I used to work. وused to لازم يجي وراها فعل في المصدر بدون اضافات، ما بحطلوش ing زي كده. فبقول I used to work، دي هناخدها بالتفصيل الحصة اللي جاية ان شاء الله. I used to work. انا اعتدت ان اعمل. But now، لكن دلوقتي I don't، أنا مش بشتغل. أمال بعمل إيه؟ I love being with my family. ما نفتكر أو تعالوا نفتكر تاني إن love بيجي وراها فعل ing. عارفين be يعني يكون، الفعل ده لازم يبقى في المصدر وبعد كده أحط له ing. يبقى أقول I love being، أنا أحب كوني with my family، مع عائلتي، بحب قوي أبقى قاعد مع العيلة. I look after them، أنا بعتني بيهم. And they look after me، وهم كمان بيعتنوا بيا وبيخلوا بالهم مني وبيشوفوا طلباتي. يبقى ده الـ elderly person. نراجع تاني سريعا. talk يتحدث، يمشي walk، ينام sleep، يتعلم learn، وكمان يلعب play، يذهب go، am و is و are بمعنى يكون، was بمعنى كان، كمان help يساعد، want to do أريد أن أفعل، want to do أنا أريد أن أفعل. ممكن أقول لك أنا عايز أعمل واجبي. I want to do my homework. أنا أريد أن أفعل واجبي. Think يعني يفكر. Think
طبعا walk يمشي, run يجري, jump يقفز, swim ينام, work يعمل, وكمان look after يعتني بي. فاضل بس حاجة بسيطة جدا, هو مراجعة على زمن المضارع البسيط المضارع المستمر ونخلص الفيديو. بص يا ولاد, عشان اتكلم في زمن المضارع المستمر يعني معنى كده, عشان انا مش فاهم الكلام الكبير ده, باختصار شديد جدا وببساطة شديدة قوي, لو انا عايز اقول للشخص اللي قدامي انا بعمل ايه دلوقتي حالا وانا بتكلم, فزي ما انت دلوقتي بتتفرج عليا, هل انت اتفرجت زمان ولا بتتفرج دلوقتي وانا بتكلم؟ انت دلوقتي حالا بتتفرج, يبقى ساعتها لازم تستخدم زمن المضارع المستمر, ما تبقاش زي الطفل الصغير اللي مش بيعرف يتكلم ويقول لك انا رحت عند جده بكره. في حد يعمل كده؟ ده عيل صغير مش فاهم الازمنه, مش فاهم امتى اتكلم في الماضي وامتى اتكلم في المستقبل وامتى اتكلم في المضارع المستمر دلوقتي. فانا لما بقول انا بتفرج دلوقتي على مس سلمى هقول ايه؟ هعمل ثلاث حاجات. اول حاجه لازم ابدا الجمله باي او هي او شي, لازم ابدا الجمله بفاعل اشوف مين اللي بيعمل, فانا هقول انا اللي بعمل. ساعتها هقول ام او از أو آر, لازم أختار حاجة بين التلاتة دول, أم ولا إيز ولا آر, وبعد كده أجيب فيرب الحاجة اللي أنا بعملها زي ما قلنا ألعب أذاكر أنام, وأحط للفيرب ده أي إن جي. أي فعل يلعب بلاي أحط له بلاينج أي إن جي, معناها كده إن أنا بلعب دلوقتي حالا. مثال بقى ان انا بتفرج على ميس سلمى دلوقتي, هقول اي, هنا مش شرط اقول اي, هنا بقول السبجكت ايا كان مين الفاعل, فانا هعتبر ان الفاعل انا. هختار ام عشان اي بيجي معاها ام, فهقول اي ام. يشاهد يعني واتش, يشاهد واتش, يشاهد واتش, فلما اقول اي ام واتشينج احط لها ing, يبقى المضارع كده معناها ان انا بتفرج. I am watching a video, انا بتفرج على فيديو, يبقى انا كده بعمله دلوقتي وانا بتكلم. تعالوا بقى نشوف القاعدة اتحققت ولا لا. am plus verb ing, am is are plus verb ing, لازم التلاتة دول يكونوا معايا. am is are هختار بقى am او is او are, ما ينفعش اقول التلاتة مع بعض. am لو في I, he او she او it اقول معاها is. طب يلا مثال تاني, نقول هو بيلعب دلوقتي كورة, اقول ايه؟ he. يلا ينفع اقول he am؟ no, اقول he is. يلعب يعني ايه؟ play, واحط له ايه؟ ما ينفعش اقول play بس, طالما شفت الـ am والـ is والـ are على طول احط ing. he is playing football, هو يلعب كرة قدم. now الآن دلوقتي وأنا بتكلم أنا شايفه بيجري أهو بيلعب. طيب ممكن أقول مثلا نحن نذاكر, فهقول إيه؟ we نحن. ينفع أقول we am we is؟ على طول لازم أقول we are, يبقى we are. يذاكر او يتعلم, خلينا نقول يتعلم, يتعلم learn عشان عندك في الدرس learn L-E-A-R-N, يتعلم learn, ما ينفعش اسيبها كده لوحدها, طالما جبت am و is و are على طول صاحبه ال ing, يبقى am is are plus verb ing, am is are plus verb ing, am is are plus verb ing. وبكده ابقى شرحت المضارع المستمر, او لو عايز اتكلم حاجه انا بعملها دلوقتي ساعتها اقول الفاعل مين اللي بيعمل ده, وبعد كده اقول am او is او are على حسب, لو هو I انا اللي بعمل هقول I am, لو هو اللي بيعمل او هي اللي بتعمل اي شخص واحد بس اقول اختار معاه is وبعد كده الفعل ing, او لو هو we او you او they هم الكتير القطار بياخدوا are, فنقول we are learning, we are playing, نحن نلعب, أو I'm watching a video, أنا بتفرج على الفيديو.
طب لو عايزه اقول انا مش بعمل الحاجه دي دلوقتي، لا يا ماما انا مش باكل، ساعتها بقول ايه؟ I am، صح؟ ال not it not بعد verb to be، يبقى I am not. I am not eating. Eat يأكل، يأكل eat، أحط لها ing، يبقى I am not eating. أنا مش باكل، أمال بعمل إيه؟ I am watching a video، يبقى I am not eating. طب he is، برضو مش is the verb to be؟ على طول أقول is not اللي هي isn't، أقول he is not اللي هي he isn't على بعض، he isn't playing، هو لم يلعب، هو مش بيلعب دلوقتي. We aren't، are تبقى aren't، أحط not على طول. We aren't walking، نحن ليسوا أو ليس نمشي، إحنا مش بنمشي دلوقتي. We aren't walking، إحنا مش ماشيين، إحنا قاعدين مثلا. فساعتها بقول am و is و are، نفتكر يا صحابي على طول plus verb ونحط لها ing. ما ينفعش دي تيجي من غير ال ing، ولا ال ing تيجي لوحدها من غير ال am و ال is و ال are. لازم طالما الاثنين دول وفي النص فعل، يبقى لازم الاثنين دول يبقوا مع بعض. خلاص كده، بكده خلصنا حلقة النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملولي لايك، وكمان تكتبولي في الكومنتس، وتشيروا بقى الفيديو لاصحابكم عشان غيركم يستفيد، على الفيسبوك وعلى الواتساب، وتشيروه زي ما انتم عايزين. كمان تتابعونا، تفعلوا الجرس عشان تتابعونا على الفيديوهات اللي جاية اول باول. وكمان يسعدني قوي ان انتم تتابعوني على صفحة الفيسبوك، هتلاقوه برضو في صندوق الوصف اسفل الفيديو، بحيث ان احنا نتابعكم في اي شتات او اي حاجة تنزل ان شاء الله، وتكونوا من اسرتنا الجميلة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.